عزيزي الإنسان المتفرج المغلوب على أمريكا بفطرتك الإنسانية البريئة، أوعك تفكر إني بدي أقدم لك نصيحة كيف تجهز نفسك ليفحصك طبيبك في العيادة أو المشفى، وإنما الفيديو عميق أكثر من ذلك، إليك مجموعة من النصائح التي تنقذ حياتك. واحد، عندما تشعر بأن جسمك يعاني من وعكة صحية معينة، حاول أن تسأل نفسك ما السبب يا ترى؟ قبل أن تذهب وتخسر قيمة كشفية الطبيب وتدفع ثمن الأدوية، مثلا ارتفاع درجة الحرارة، 90% من البشر ترتفع حرارتهم بشكل يومي نتيجة ردة فعل الجسم الطبيعية الصحية على دخول العوامل الممرضة كالبكتيريا والفيروسات، فيبدأ جهاز المناعة بالدفاع عن الجسم بقدرة رهيبة متقنة تحتاج منك لرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ورفع درجة الحرارة، وكل ما تحتاجه في هذه الحالة هي شرب الماء بكميات كبيرة وشرب العصائر للتزود بفيتامين سي ومحاولة ركوب المرتفعات، وهنا ستجد الجسم عاد أقوى مما سبق وكأنه قام بعمل برمجة سريعة. ألم الرأس ينطبق عليه نفس الأمر، شرب الماء، شرب كأس من مخلوط الأعشاب الطبيعية المريحة للعصب يحل الأمر. مثال آخر، الضغط. الضغط ليس مرض وإنما هو إشارة من الجسم على مشكلة معينة في مكان آخر في الجسم، فيلزمك هنا العودة بالزمن إلى الوراء وتجنب الأخطاء، منها كالضغط النفسي المتواصل، الجلوس المتواصل. هنا حاول ممارسة التمارين الرياضية التي تحرق الطعام الذي يدخل جسمك بشكل دوري حتى لا ترتفع معدل الدهون. 99% من الأطباء يتعاملون بنفس الطريقة وهي الاعتماد في التشخيص على التخمين المرضي، وبذات الوقت لديهم هاجس وشعور بالحصول على السمعة حتى يستمر بعمله وتزداد زبائنه. فإن قال لك أنت متعب نفسيا فقل له كل البشر هكذا، لم تأتي بشيء جديد، وإن قال لك أنت لا تشرب الماء كثيرا قل له أيضا كل البشر هكذا. لازم تعرف عزيزي المشاهد أنه يحاول أن يوجه دماغك بطريقة ما لتقبل تشخيصه والقبول بما يصفه لك، وبالنهاية سيكتب لك وصفة مؤلفة من 6 علب من الأدوية ويوصيك بالذهاب للصيدلية التي تعاقد معها. هو استفاد، الصيدلية استفادت، وأنت سوف تعود بعد أسبوع وجسدك يحمل 6 أمراض جديدة من وراء تلك العلب. الجسم البشري يملك طاقة عجيبة يستطيع التكيف مع أي وضع جديد حتى مع الأوضاع الخطيرة، فلا تمنعه من خلال صناعة الفكرة المرضية. تضع في عقلك أنك لديك مرض فيبدأ جسمك بالتصديق ومباشرة يقوم بوضع آلية الرضوخ للوضع الجديد وهو الجسم المريض. يمكنك التغلب على ذلك من خلال أن تضع في بالك أنك سليم ومعافى. وأيضا مما يمنع الجسم من التجديد الذاتي هو تناول الأدوية المتنوعة التي تسبب له تشتت الطاقة وأيضا إحداث خلل في أماكن سليمة، فيبدأ الجسم بوضع إنذار الخطر ورفع درجة التأهب التي تؤدي للتدمير الذاتي المستقبلي. تشخيص أي طبيب لا يعني أنه نص ديني رباني غير قابل للشك، بل أنصحك دوما بعدم التصديق المباشر وأن تترك مساحة لتفكيرك أيضا بالتصديق من عدمه، لأنه بالنهاية هو كائن بشري يصيب ويخطئ، وحتى أجهزة التحليل الطبية أيضا تخطئ. الجسم البشري يمكنه معالجة أي مرض لوحده بشرط وجود الراحة النفسية، الماء الكافي، الحركة المتواصلة والنوم بالليل، فقوي إيمانك بجسمك البشري العظيم أكثر من إيمانك بالباراسيتامول. أتمنى لك الصحة والعافية والسلام عليكم.